البداية طبعا برحب بحضرتك ومشاهدين حضرتك. المكان طبعا هو اختيار لمعالي الوزير خالد عناني والدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، هم اللي اختاروا ده من فترة كبيرة، قالوا ان لازم كل المهرجانات تبقى في اماكن سياحية واماكن اثرية ومتاحف علشان للتعريف الجمهور المصري بالمتاحف والاماكن اللي تنفع لمشاهدتها في السياحة. المكان احنا جينا عملنا معاينة دي من فترة واخترنا المكان الوضع الحالي دوت على اساس تبقى المركب في ظهر المسرح والمتحف في ظهر المسرح برضك. احنا مهرجان السويس ده الرابع في خلال السنة دي اللي تم السنة دي بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة كل بلد رحناها. رحنا في الأول معبد دندرة في قنا وعملنا مهرجان دندرة، وبعد كده رحنا سوهاج في معبد أبي دوس، وبعد كده رحنا الشرقية في معبد تل بسطة، والنهاردة ده تاني يوم إن شاء الله في معبد في متحف السويس القومي اللي بنقدم فيه المهرجان. المهرجان السنة دي 3 ليالي متواصلين. كان امبارح الفنان الكبير هاني شاكر معاه في البدايه كان فرقه السمسميه من بورسعيد، النهارده عندنا الفنانه الجميله نسمة عبد العزيز والنجم الشاب احمد جمال، عندنا بكره فرقه موسيقى عربيه مميزه جدا ومعاهم النجمه الكبيره ريهام عبد الحكيم. المهرجان يعني بصراحه يعني انا شايف ان اقبال جماهيري كبير جدا جدا جدا، ومدينه السويس مدينه جميله جدا، وانا سعيد شخصيا ان احنا موجودين في السويس، وبتمنى ان احنا نروح كل محافظات مصر نقدم فيها مهرجانات. بالنسبه لينا احنا كدار الاوبرا عندنا طبعا مهرجانين مميزين جدا الفتره الجايه، عندنا مهرجان المسرح الروماني باسكندريه، وبعد كده عندنا مهرجان القلعه اللي احنا بنعتبره تتويج لكل المهرجانات اللي بتتعمل. يعني مهرجان الروماني هيبقى تقريبا في اخر شهر 7 في اسكندرية في المسرح الروماني، بعد كده عندنا مهرجان القلعة هيبتدي من يوم 15/8 لحد 31/8 ان شاء الله. هو طبعا احنا زي ما حضرتك قلتي هو كل المهرجان صناعة الأوبرا، ورش الأوبرا، مهندسين الأوبرا، فنيين الأوبرا، عمال الأوبرا، كل زي ما حضرتك قلتي كله من الأوبرا، لأن طبعا احنا عندنا خبرة في بناء المسرح وبناء المسرح والجمهور وكل الحاجات ده، هي الناس بتوعنا ده يعني خبرة كبيرة في الموضوع دوت، وده أسهل وده توفير كبير جدا في الوقت والمال كمان. يعني التعاون مع المحافظة مثلا؟ لا، المحافظة طبعا بتتعاون معانا بشكل كويس جدا، يعني بصراحه كل حتى الامن كمان جايبين امن الاوبرا للتنظيم، بس للتنظيم، لكن طبعا الشرطه طبعا ليها دور كبير جدا معانا، وزاره الداخليه يعني بشكل عام والشرطه في كل محافظه ليها دور كبير جدا معانا ومتعاونين جدا معانا. المحافظه طبعا قايمه بكل واجبات، يعني بيحصل اجتماع تنسيقي بين المحافظه وبين دار الاوبرا وبين وزاره السياحه والاثار، وبيحصل تنسيق مهم جدا، كل واحد بيلتزم بالعمل بتاعه ينفذوا على اكمل وجه. انا بصراحه الاربع مهرجانات اللي عملناهم شايف ان كل محافظه بصراحه عملت على اكمل وجه شغلها، يعني بصراحه يعني، ويعني انا النهارده لما تشوفي دوت السويس الاجتماع التنسيق، شايف ان محافظه السويس كل الحاجات اللي طلبت منها عملتها. نفس الشيء في تل بسطة حصل، الشرقية حصل نفس الشيء، سوهاج حصل نفس الشيء، قنا حصل نفس الشيء، بل بالعكس يعني بيعملوا أكتر من اللي إحنا كنا بنبقى عايزينه، يعني بيجودوا على اللي إحنا بنقوله أو الاتفاق اللي بيننا وبينهم. وإحنا كدار أوبرا طبعًا مسؤولين عن خشبة المسرح وعن الإضاءة والصوت، كل الحاجات الفنية وكل الأجهزة اللي موجودة في موقع العمل في المسرح أو في موقع المهرجان كلها من الأوبرا، سواء خشبة المسرح تجهيزها وبنائها وكله من دار الاوبرا المصريه، الاضاءه اللي موجوده في كل المسرح في كل المسرح وكل المكان هنا من دار الاوبرا المصريه، الصوت من دار الاوبرا المصريه، حتى الزملاء بتوع الاستقبال من دار الاوبرا المصريه، هم اللي بيدخلوا الناس هم اللي بيقعدوا الناس، انت في الاوبرا بس مش داخل الاوبرا يعني بالظبط، بتنتقل بشكل كامل للاعداد للمهرجان ولتنفيذ المهرجان على ارض الواقع، هو مش متشابهه بس
احنا بنحاول طبعا ان احنا نجيب النجوم اللي الناس بتحبها، النجوم اللي هي بتقدم اعمال محبوبه لدى الناس. يعني المهرجان دوت ما فيهوش ولا حد من اللي كان قبل في المهرجانات اللي قبل كده ولا اللي قبل كده. وفي ناس بتبقى في المحافظه نفسها بيطلبوا فنان معين، فاحنا بنحاول نلبيه لهم. يعني انتوا كمان حريصين تشوفوا الناس عايزه ايه؟ طبعا طبعا طبعا. يعني احنا قبل ما نيجي حد قال يعني وكلمونا، طب ما تجيبوا لنا هاني شاكر، فجبنا هاني شاكر، لانه فعلا طلع ان هاني شاكر اول مره يجي السويس ويغني في السويس. فده طبعا احنا برضك بنحاول قد ما نقدر، وحسب المكان. يعني لو رحنا مكان تاني فيه شباب وكده، اعتقد هنجيب لهم نجوم وفرق شبابيه غير النجوم الكبار اللي بعض الناس بتحبهم. وهنجيب هنغير يعني هننوع ان شاء الله. ده حقيقي. واحنا فعلا كل مهرجان بنجيب فرقه من فرق الاوبرا، فرقه كبيره، وبنستعين بحد من ابناء الاوبرا اللي هم النجوم بتوع ابناء الاوبرا. فطبعا وده بيلاقي نجاح كبير جدا واقبال كبير جدا، وفي ناس بتشيد جدا بالحفله بتاعت الاوبرا. بالعكس بيقولوا لنا يعني من اجمل الحاجات اللي في المهرجانات الحفله بتاعت دار الاوبرا بنجوم الاوبرا، فرقه موسيقى العربيه يعني اللي عندنا، او فرقه من فرق الموسيقى العربيه اللي موجوده في دار الاوبرا بالنجوم بتوعها، سواء الفنانين الشباب اللي موجودين عندنا في الاوبرا او النجوم الكبار اللي زي النهارده مثلا، زي بكره ريهام عبد الحكيم ومعاها مجموعه مميزه، رحاب مطاوع معاها مجموعه، احمد محمد متولي مجموعه مميزه جدا بتيجي بنجيبها عشان الناس تتعرف قد ايه الاوبرا فيها مواهب مميزه برضه ان شاء الله. طبعا طبعا احنا في المحافظات بنروح بالمناسبه، يعني بنروح اسكندريه، بنروح دمنهور، رحنا كذا مكان وبنقدم فيه. بس زي ما انت قلت ان شاء الله في المستقبل ممكن طبعا يتعمل مهرجانات يبقى فيها عروض باليه، يبقى فيها عروض فرق الباليه اللي عندنا. احنا عندنا ثلاث فرق نقدم فيها بعض الاعمال المميزه اللي الجمهور ممكن يبقى حابب يتفرج عليها خارج القاهره خالص بصراحه. بل بالعكس الناس كلها اتحبه جدا جدا جدا، ويعني في ناس بتقول لا يعني بتكلمنا تقول لنا انا اتمنى ان انا ابقى موجوده في المهرجان، وده بيسبب لنا مشكله ان احنا طب هنجيب مين ولا مين ولا مين. طب مين ممكن نعرف مين؟ لا كتير والله كتير، واي حد قلنا له رحب جدا 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 والتزم جدا وكان يعني متعاون جدا. بل بالعكس في ناس منهم بتيجي يعني ما بتدقش في الناحيه الماليه والكلام من ده. كمان انا سمعت تصريح للفنان يحيى خليل، كنت في الاوبرا وكان في ندوه وكان بيقول انا نفسي الف المحافظات كتير جدا. طبعا الفنان يحيى خليل فنان كبير وقال فعلا الكلام دوت، وفي فنانين كتيره جدا وفنانين كبار جدا ونجوم كبار جدا قالوا احنا عايزين نروح معاكم الاقاليم ونروح معاكم محافظات مصر.